بنروح لحاجة تانية وهي منظومة الإنذار المبكر في وزارة البيئة. منظومة الإنذار المبكر في وزارة البيئة أعلنت يوم أمس عن زيادة تركيز الملوثات في مناطق القاهرة الكبرى، وده نتيجة للهدوء النسبي للرياح. خلينا نتعرف أكتر عن مدى تأثير هذه الملوثات، الفترة الزمنية اللي هتستمر فيها تركيز الملوثات، متى ستعود إلينا الرياح حتى يعني تتحرك أو يتحرك الهواء. بصحبتنا الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة في وزارة البيئة للحديث عن هذا الأمر. صباح الخير يا دكتور. صباح النور والسادة المشاهدين جميعا. أهلا بحضرتك. يعني إيه يا فندم هذا الأمر، ويعني إيه توقف حركة الرياح وثبات هذه الملوثات؟ طمنا يا فندم. طيب، اولا مبدئيا منظومه الانذار المبكر تبع وزاره البيئه دي منظومه قائمه منذ اكثر من 15 سنه، يمكن دورها بتلعب دور كبير جدا في البيان للناس والمواطنين بحاله الجو ومدى تاثيرها على جوده الهواء بصفه عامه. مبدئيا فيما يخص ما صدر من بيان صدر يوم الجمعه على حاله الجو في يوم الجمعه والسبت والاحد، كان بنقول فيه ان هو حاله الجو توصل فيه لمرحله السكون للرياح، عشان نبقى عارفين ان الملوثات بتتحرك في محيط الهواء. لو المحيط الهوائي ده بيتحرك وفي سرعه وخلافه هيحصل تشتت لهذه الملوثات. لو ما حصلش هذا الامر وحصل سكون لهذه الرياح، فالملوثات الصادره من مصادر محليه مختلفه احصل لها تمركز في اماكن صدورها، وبالتالي هتبقى تزيد تركيزها وبالتالي جوده الهواء. زي ايه؟ يعني منطقه حلوان مثلا بالنسبه لنا موجود عندنا في مصر ومعروف للناس هو الاتربه، الجسيمات الصلبه اللي ممكن الناس ممكن في مرحله من المراحل بتشوفها بمرأة العين، او في بعض الاحيان ممكن لا ترى. هي دي اللي ممكن يكون الناس شافتها امبارح او النهارده الصبح بشكل مباشر، اللي بيتحرك بدري هيشوفها قدامه في صوره حاجه كده قد تبدو بالنسبه له في البدايه انها قد تبدو انها زي ضباب او حاجه شبه ذلك، ولكنها هي تلوث قائم. ازاي بيتم معالجتها من قبل وزاره البيئه؟ احنا المعالجه المبدئيه ان احنا اولا البيان اللي بيصدر قبلها بيومين علشان تنبيه الناس اللي هم ممكن يكون عندهم مرض امراض صدريه او من كبار السن عشان ياخدوا احتياطات. في نفس التوقيت احنا عندنا مجموعه من المحاور بتتحرك على الارض بتنسق مع المصادر اللي ممكن تكون مصدر لهذا التلوث الزياده لتخفيف احمالها لتخفيف الضرر اللي ممكن يكون حاصل. في حال ثبات هذه الملوثات وعدم تحرك الرياح، هل في اجراءات استثنائيه يا فندم؟ الاجراء الاستثنائي كنموذج احنا في الفتره في اليومين اللي فاتت دول حصل نوع من انواع توقف لبعض الوحدات الانتاجيه الصناعيه في بعض المناطق للمساعده في تخفيف الضرر اللي ممكن يكون حادث بالفعل. يعني بيبقى في مشاركه بالفعل من القطاعات اللي قد تكون او المصادر اللي قد تكون مؤثره في لحظه ما، وده يعني مشاركه بناءه من القطاعات خاصه الصناعه. اشمعنى القاهره الكبرى وليه تتركزت فيها يعني هذه الملوثات؟ هي ال 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 الحادث ده ممكن يحدث في اي حته في مصر، لكن طبيعه القاهره اللي بنتكلم على 20 مليون مواطن، بنتكلم على 50% من قطاع الصناعه موجود فيها، بنتكلم على اكثر من 50% من عدد المركبات في مصر، فبالتالي اي تغير حادث في الجو المحيط بينا من سرعه او اتجاه الرياح بيتغير، فالتاثير على جوده الهواء بيبقى سريع جدا. الحادث ده اللي حصل ده بيحصل في اي نقطه في مصر حتى في وسط الصحراء، لكن تاثيره ما بقاش واضح الا في منطقه مكتظه بهذا الكم من السكان والانشطه البشريه والانبعاثات اللي بتصدر منها، فبتبقى في ملحوظه بشكل كبير جدا للناس فيها. عشان كده يمكن الانذار المبكر كان بيوجه بشكل كبير للمناطق اللي فيها تجمعات سكانيه كبيره، وعلى راسها بالتاكيد القاهره الكبرى اللي بتمثل تقريبا يمكن 20% من عدد سكان مصر موجودين فيها. نقدر نقول ان الموجه دي هتستمر لغايه امتى؟ الموجه دي ممكن نتكلم عليها انها تقريبا يمكن على منتصف اليوم هيحصل تغير واضح، ابتدت من الصبح لكن التغير الكبير ممكن يحصل على بعد منتصف اليوم النهارده. منتصف اليوم النهارده هيحصل حاله لهذه الموجه. شكرا لك يا دكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعيه البيئه في وزاره البيئه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.